سؤال: الشيطان على أساس أنه كان من الملائكة ولم يفقد طبيعته بعد السقوط، وحدث في العهد القديم أنه أسقط مدن وأمم في الخطية، ولكن هل له الحرية التي بها يقاوم أولاد الله بعد موت المسيح الصليب؟ الشيطان ما لا زال يحارب، ما نقدرش نقول ما بيحاربش، وبعد الصليب بيحارب، بدليل أن بطرس قال لحنانيا، قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك، وده كان بعد الصليب برضه. ولما بيقول بولس ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع، ما كان بعد الصليب برضه، هو لا زال يحارب. وكون ان حتى بعد ما يخرج من سجنه يخرج ليضل الامم، اذا بيحارب فشط.